طيب هنرجع يعني نستكمل كلامنا في النقطة دي ونوضحها أكتر، بس بعد ما نروح لكمان مداخلة معانا دكتور أشرف صبري استشاري طب الأعماق وحوادث البحر والجبال. دكتور أشرف يعني صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا. احنا بنتكلم عن نشاط الغوص، والحقيقه طبعا احنا عارفين انه يعني حضرتك في مدينه العالمين، واكيد تقدر تنقل لنا يعني الصوره من هناك، نشاط الغوص ازاي في مدينه العالمين، واحنا عارفين انها مميزه تحديدا بالاثار الغارقه اللي اكيد يعني بتستهوي الكثير من الزائرين مش بس المصريين. دي حاجه الحقيقه ده موضوع جديد ان العالمين بدات تفتح ابوابها من خلال الغوص، وما هيش بس الاثار الغارقه اللي هي كان غالبيه التجاره بين مصر وروما في العصر البطلمي كان بتمر من خلال طبعا العالمين، محاذاه شواطئ البحر المتوسط الساحل الشمالي الى ليبيا وتتجه الى روما. كل المناطق دي الحقيقه مليانه بالانفورات او الزلع الأثرية اللي كانت محملة بالمواد الأطعمة، ودي كانت الأطعمة والمشروبات، ودي التجارة اللي كانت بين البلدين. لكن مش بس كده، بواقي المراكب في هذا العصر برضو موجودة، بالذات الأنكر أو الهلوب بتاعتهم، كان لها هلب في شكل مربع كده له 3 قرون، وكان بينزل من المركب بحبل وبيبقى هو اللي بيثبت المركب في البحر. بالإضافة لعدد كبير جدا من السفن الغارقة اللي بدأنا نكتشفها في منطقة العالمين أثناء الحرب العالمية الثانية. احنا عارفين كلنا ان الحرب كانت في البر لكن كانت في البحر كمان بين ألمانيا وبريطانيا، ومنطقة العالمين دي طبعا مشهورة جدا بسبب المواقع العسكرية الحربية اللي حدثت في الحرب العالمية الثانية. في البحر بقى كان مليء بالمراكب الغرقانة زي والطيارات كمان اللي كانت بتسقط من خلال المدفعية في البحر، ومعظمها قرب الشواطئ، يعني بنقدر الحقيقة ان احنا نغوص عليها في اعماق سهلة، وخصوصا ان الرؤية في منطقة العالمين كريستال، ممكن نقدر نقارنها بالبحر الاحمر واكثر، ميه نقيه جدا بتوصل رؤيه 25 30 متر تحت الميه. فده كله زائد ان المنطقه غنيه بالاسماك طبعا لانها لسه بكر، ده كله بيضيف حاجه جديده لمنطقه العالمين بشكلها الجميل، بالعمارات ناطحه السحاب، بالتغير الجذري اللي حصل اللي احنا شايفينه. كمان البحر بيبتدي يطلع. ازاي مع كل هذه المقاومات دكتور اشرف يعني يكون عندنا اهتمام اكبر بنشاط او رياضه الغوص في الشواطئ البحر الابيض، يعني مع كل اللي بتتمتع بيه زي ما حضرتك ذكرت الاثار الغارقه، واكيد يعني تستهوي كتير ان هم يجوا يشوفوها، اكيد يعني لها علاقه طبعا بالتاريخ وهي شاهده على فترات مهمه طبعا في التاريخ. طبعا انا طبعا يعني ليا راي، وده راي معظم اللي بيشتغل في مهنه في المهن السياحيه، الدعايه احنا مش عايزين نلقي باللوم على شركات صغيره زينا كده، نقول انتوا يا جماعه مش عاملين دعايه زي اللزوم، دي دعايه دوله. يعني لما نيجي نتفرج على الجزر المالديف ولا نتفرج على اي حاجه من في العالم كله بيعملوا دعايه ازاي، نلاقي الدوله هي اللي بتعمل دعايه، لان عشان نعمل دعايه دوله احنا بنتكلم في مليارات اللي بتعود قيمتها، قيمه الدعائيه دي على الدوله نفسها لو حصل رواج سياحي. احنا هنا بننتظر الشركات الصغيره اللي تعمل دعايه، وطبعا الشركه الصغيره اللي تعمل دعايه دي بتعمل دعايه على قد قيمتها، ما تقدرش تحط اكتر عشرات الاضعاف من قيمتها الماديه عشان تعمل دعايه هتجيب نفس القيمه الماديه اللي هي متعوده عليها برضه، فبالتالي هيبقى عندها خساره فادحه وكبيره جدا، وبالتالي الدعايه احنا مقصرين جدا جدا في الشكل الدعائي الدولي. يمكن لما نتفرج على
على اي حاجه فيها سياحه في العالم. لما نتفرج على المالديف بروعه التصوير والاخراج والانتشار في كل محطات العالم، نعرف ان دوله المالديف هي اللي بتعمل كده، مش شركه جوه المالديف. تمام، يعني حضرتك طبعا تقصد انه مع الترويج السياحي بشكل عام والافلام الدعائيه اللي بتروج للمقاومات والمقاصد السياحيه المختلفه في مصر، يتم التركيز بشكل خاص على سياحه الغوص والاعماق البحار اللي احنا طبعا عندنا في مصر بكل مقاوماتها المختلفه. دول العالم كلها ما هيش غوص بس، يعني احنا بنحط الجزئيه بتاعه الغوص ضمن جمال العالمين، ضمن جمال التاريخ اللي فيها، يعني جزء من كل. وبالتالي اللي بيشوف بيقدر يشوف عنده مختلف المزايا اللي يستمتع بيها في المدينه، مش حاجه واحده بس، مش الغوص بس، مش الارض بس، مش الجمال والروعه في الانشاءات بس، مش يعني اكيد يعني من الواضح انه ان شاء الله ده يكون اتجاه بعد كده، لانه بالفعل فيه اهتمام بالانماط السياحيه الجديده والواعده، واحنا عندنا يعني كل ما يؤهلنا ان احنا نكون متميزين جدا بالفعل في رياضه الغوص في الفتره القادمه. دكتور اشرف صبري استشاري طب الاعماق وحوادث البحر والجبال كنت معانا هاتف من مدينة العلمين، بنتكلم عن نشاط الغوص تحديدا هنا في أعماق البحر الأبيض المتوسط.